اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريده عباد مباشره من الدار البيضاء في مباشر جديد وقصه خطيره معنا فاطمه زوجة الاب اللي كانت كشفت لينا على الرضيع اللي كان تسرق من المستشفى الصوفي، الرضيع اللي كان تسرق اللي سرقاته الزوجه ديال راجلها الاولى الزوجه السابقه من بعد. فاطمه غتسمع هاد الاخبار هادي وغتفاجئ الزوج ديالها اللي غيعاود لها هادشي. فاطمه كاينين معانا شي بعض المغاربه ما عارفينش القضيه فشحال الى قلبك، حاولي تعطينا نبدا على الموضوع. السلام عليكم اختي المغاربه، انا ما كنتش مجوجه بك ما كنتش انا في اخباري. راجلي كان عسكري اللي خدام في بنقرير، مرتو كانت تسكن في حي عادل، عندها مرت خوها حي محمدي في الدار البيضاء، عندها مرت خوها كتسكن في المدينه وعندها واحد الفرمليك قريبه للمرت خوها فرمليه قريبه للمرت خوها في سطر الصوفي. كتبت بها التجاره انت قالت لي واحد الولد راه غنجيبوه من السبيطار ديال الصوفي، قالت لي راه الفرمليه الطاكسي راه مصيفطه لينا هو كتسنى فينا. والله جاب البنت علاقتها مع مول الطاكسي، تا مول الطاكسي هو داخل معاهم. ديك الساعه والله قالت لي بلا ما تحيد الصباط، قلت لها جا من بنقرير باش يرتاح، قالت لي الصباط بلا ما تحيدي الطاكسي كتسنى، عرفت الوقت معاه وكتبع معاه في التليفون. قربت انا هادي قالت لها، قالت لي الطاكسي هو وحده انا كيتسنى صافي هودو. هو ركب معاهم الطاكسي القدام وهي ركبت اللور، قالت لي شوف كتسناني انا غندخل وانا غنخرج. دخلت هي دخلت وخرجت ماشي هو لا ماشي الزوج ديالها لا، بقى معاهم الطاكسي بقى معاهم الطاكسي. دخلت من باب خرجت من 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 باب اخر، ملي خرجت من باب اخر خرجت مع الطربيه وتالو ديك من المحل المدني متفقين معاه. من بعد ملي غيمشيو يدخلوا الدري فحال تا هو متفقين معاه، تا هو مخلص عطاو ما قلت لك ما بقاش نقول لك شي شحال قال لك شحال ما ديك الشيء كلك هي اللي عارفه. هو براسو راجلك ما سيقوش ما قالوش لي الثمن اللي عطاو في امي. قالت لي امي قالت لي حنا راه عطينا الفلوس ولكن بشحال الله اعلم بشحال شحال الله اعلم. فديك الساعه هي باغا غير ولد تقدر واخا ما حتى شي حاجه، قالت ملي كتولدي كتطلب لك ورقه السبيطار ورق الجلبه ديال السبيطار الحومه شكون يولدك والطبيب وهذا فهمتي كيكون كيكون الورق ثابتين فهمتيني. قال لي حط لك كارت بوحدو لا كارت ناسيونال ديالو ديالو بوحدو هو اللي هو هو فهمتي. ما كاين لا ما كاين ورق السبيطار ما كاين ورق الجلبه حتى ورقه الوليد هي راه مزوره كلشي مزور. راك عندي عندي الدلائل وعندي ما يثبت بيز ما ناكرا ولا شي كذوب ولا شي زعما كاين كاين لاديان كاين كاين الخبره كاين كلشي. ملي حطوا في الحاله المدنيه صافي مشى مشى زعما مشى بحالاته حتى لهنا بقيتي ما خديتيش هاد الساعه بقى انايا بقى ما خديتوش حتى وتزوج بيا وداك الشيء ويقول لي بغيت نحيد عليه واحد التقليد بيني بمولايا. تفاجأت تفاجأت عرفتي شنو نقول لك؟ قال لي قال لي انا من قد لك نعس بالليل بالنهار ما كينعش. قلت لي شنو المشكل وقع لك؟ قال لي ديك الدري راه ماشي ولدي راه جبنا ماشي والدو. قال لي مشارك اختها وقال لي والفرمليه وخوها الفرمليه واختها وهذا والفرمليه وفي الحاله المدنيه ومول الطاكسي وما عصابه باش تعرفوا هاد الناس باش تعرفوا راه كاين ما فيه كيتاجروا في الوليدات كاين التجاره. قالوا لها راه مات بكري كان بكري كان كتسرق ديال الوليدات كان سيبص بكري كان سيبص شفر الدري يقول حنا غنتكلفوا به حنا اللي غندفنوه العم الله يحسن عوين المهم تو فهمتي مي عارفه ميت وباقي بالحياه دو المشكل. هو تو عارف بان ديك العمر امه الحقيقيه هي امه هي كاتبه عليك تقولي شوف انا راه امك والداك كنتي كون كان القانون كونوا عساقلو كونوا شدوني راه عارف الولد انا راه والداك تتبتو كتبتو بهاد الحقات ما تتبتا الوراق تتبتا فهمتي مزوره كلشي فهمتي عنو او الزويره نقول لك مزوره وكاذبه وكاذبه على القانون ضحكة على القانون فهمتيني. والجيران كلهم عارفين ما كتولدش خرجوا البول داروا التحريات عارفينها ما كتولدش ومتامل في المقاطعه ديالها عارفين المقدمين هذيك ماشي ولدها عارفين عارفين كلشي عارفين فهمتيني. وهذيك الوراق تدلوا فهمتي لا ولكن هذيك الورقه اللي باش تخون محطوط
كاينه وباش جابوا ورقه الوليده مزوره. راه جات قال لك بغيت نحيد بي. اما شنو نقول لك ما نبلوله ما طاقش ما كتبها لكش كنت ما يمكنش ملي درت التحريات عسكري وهادي وهادي ملي درت التحريات وبحثت في القضيه لقيت كلامه قال لي صحيح هو اعترف عند البوليس اعترف جوج كوميساريات الصفا والدار الحمراء قال لي بان الدراري ماشي ولي الدراري ماشي ولي واعترف حتى في الصحافه الصحافه كان خرج في واحد اللايف بلا ما نقولوا الجريده وقال لي قال لي اش بقاو هذاك راه جبتو انا ويا من السبيطار وهاد الطاكسي وقال لك شي من الاول حتى الاخر فهمتيني دابا هاد الناس بان عندهم شحال اللي كيدرك عليهم هاد التحقيق بحال تسد بحال تقفل بحال بير في شهر الحفظ بحال من ها انت ما فهمتش بحال حتى حاجه ما صافي ما تلعب الهضره دابا سيكون يتباع دري صافي عادي ما يتباع الدري تشرى دري وكملتها عاوتاني مفوض قضائي حتى هو داخل في الموضوع وقالي اللي بما الولد ماشي ولده وحنا ما بغيناش يحضر في الجلسه ديال الرباط هي هربات من كازا مشات حتى الرباط ودعاتنا ودارتنا ساكنين في المحمديه وعندي الشاهد عمرك شفت محمدي وعندي الشاهد قال لي الشاهد هاد الناس راه ما كنعرفهمش وما عمرهم سكنوا عندي هنا دارنا الشكايه للوكيل الملك ديال المحمديه جاو البوليس صحاب لابيجي بما عرفوا الحقيقه بما انا عمرنا سكنا في المحمديه وهذاك المفوض قضائي قايل لي الولد راه ماشي ولده وحنا بغينا نصبوا ليه على الخرصه ديالو ها المعقول انا نقول لك الصراحه بغينا نصبوا ليه على الخرصه ديالو حقاش كتواجه معاها غيدلي بالوثائق للدري اللي شافرة حق الوثائق هما كلشي عندنا كلشي كاين الوراق حنا غندلو بهم هي تتخلص تتخلص 30 الف ريال باش تاخذ لهم الخرصه من الخرصه ديالو كدوز ليها ودعيت مفوض قضائي ومفوض قضائي دار شكايه للعسكر دار صافي خرج التقاعد خرج التقاعد واخا خرج التقاعد راه بالحق ودير شي فهمتي المهم خرج التقاعد ما كنقول لك ملي مشى للمحمديه دار واحد القضيه المفوض القضائي ما تصنتوش للبوليس قال لك شي تعليمات من عند الوكيل ديال المحمديه قالت لهم هذاك ما تصنتوش لي داروا ملي ما داروا لي مواجهه هو المفوض القضائي ما داروا لي مواجهه هي مع مرتو حتى حاجه ما دارتش كوج لي ديال المحمديه سكتوا على الملف هو هذا الحفظ المحكمه ديال عين السبع هو هذا الحفظ بقى داك الشيء مقفول هو فقصر المره فقصر كتفقص راه الله اللي عالم به وخا نتحط في الكومونتيرات وتنت التهديدات وعيروني الناس حقاش هذا الوقت ملي كتقولي الحقيقه وكتكلمي كتسمي مزياناش ملي كتخرجي واضحه وكتكلمي وكتقول لك شي اللي كاين كتسمي فاعله قصدك حتى الحقيقه ما يمكنش لك اللي كيبغيها ولكن حنا كنعرفوا بنوب اللي خلقنا فهمتي انا هضرت بنادم ما كتهمنيش اللي بغى يقول اللي بغى يعير يعير الحقيقه خصها تبان غتفرق يدي الزوج راجل مع المخده ما كينعس الليل نهار كيفكر ديك الموضوع الدري كيف شفرات وكيفاش جاته كيفاش كتشفر وكيف قالوا لها مات قالوا لها هذه شحال بيوع فهمتي ما صعبه وشي نعس دابا واش كينعس ها انت فهمتي النعاس ما كاينش الدري نهار غير غيتصدم فهمتي والدري الدري كتقول لي لا كون كان المخزن كون جا شتني كون جا دار ليا كتبسوا بهذيك الهضره فهمتي وقالوا حق المريض انا ما جبتش بسميتها ما ذكرتها بغي يضرقوا عليها بغي نمشي بغي ندير قالوا لك قالوا لي راه ماتت باش عرفوا هي حقاش البوليس عرف سميتها البوليس حاب لابيجي صيفطوا لها السيده ما بغاش تجي اها وسول الكوميسير قال لك راه السيده ما بغاش تجي فهمتيني ما بغاتش تجي وقالوا طرق الاشياعات بما راه ماتت وجو عندي شي ناس قلت لك السيده كتقول لهم السيده اللي كتقولوا انتم ندير لك بما عصابه حنا فرقنا هاد السيده مات وفنا هو ديك في المقاطعه وفنا هي اختها وفنا هي مرت خوها فنا هاد المافيا ها فنا مول الطاكسي فهمتي قلت لهم هادشي كله فينا هما ولد فرميه ما تكونش بوحدها ضروري غتكون مع فرميه اخرى فهمتي لا كاين هما مافيا كاين عصابه وهاديك السويطر يوميا كيشوف فيه البوليس كله مشاكل قولي لي التاريخ ديال اللي تزاد فيه الدري واللي داروا البوباش باش شابوا لك شاف هذا اللايف تقدر تحس
كنت علاش نقول لك التاريخ انا مابقيتش عاقل سنين بحال ما هكا 91 بحال ما هكا باقي عاقل 91 92 وما كاش انت فهمتي بحال ما هكا انسان عقلت ما كاش حضرت اليوم وما كاش شفت الموضوع ما فك انا كنطالب بالحق راجلي يتعاود يتفتح تحقيق ويتحقوا مع ديك المفوض القضائي اللي درقوا علي عندي الوراق عندي كلشي بما عندي بما داروا في الحفظ وعندي الدلائل وعندي كلشي هادو خاطر كتشدو كاملين اللي مشارك معاهم واللي كيستر عليهم واللي كيدرق عليهم راه هاد الحق ماشي ديال الفيز السيبه والبمدان ديال القانون راه كنترجى الحموشي وكنترجى سيدنا جلاله الملك اللي دخل في هاد الموضوع لهاد الناس اللي كيدرقوا على هاد العصابه وكيرقدوا الدواسه شي هاد المحكمه ديال العين السبع اللي كنقولوا منها خاطر يجيو مفتشين خاطر يجيو تكون مراقبه هذيك محكمه العين السبع ما كاين باك صاحبي ولكن حاليا الرجاو جابوا لاباس مزيان فهمت ولكن معقولي فيها دراري باقي صغار دابا الاحكام باش نحضروا ولا تما تكون احكام فهمت ولكن لا ولكن باقي تيتحولوا راه ما تيبقاوش تيتحولوا كل مره تيديو تمشي لطاجه كيف فهمت دابا لا ولكن باقي تحقيق باقي مدرك كون كان شي حاجه سيدي ما تبكيرش فهمتي درت لا درت ما خليني ما درنا درنا ما خليني ما درنا الشكايه حيت الناس عندهم شي حاجه اللي مدرقه الا ديال المحمديه الا درتي لها هاد العين السبع خاص تجبد الفوت قضائي الفوت القضائي قال لي عندك ما تصوري قال لي فاس وقال لي والبوليس انا ما وصلتش ليهم قال لي يمشي البوليس انا ما مشيتش البوليس اي زورت بحال ما قال لي فاس قال لي كيما حشومه تكذب علينا حيت قلت عيط خيت نمرتو من المحكمه ديال محمد كنت مع الكن نوامر أيه. فهمتي اختي اتصلت به قلت السلام عليكم كنت بغيت نهضر معاك هضرت معاه ويقول لي كيما حشمتيش اخويا درتيني حيت ساكنين حنا في المحمديه قلت له حنا تندير قانون قال لي شوف انا البوليس ما غنمشيش ليهم فعلا مشاش مجلس مع الضابط اللي عنده الشنط الراجلي وتصنت الشاهد اللي قال لي راه ما كاينش عندي راه ما كنعرفوش ما عرفش دارو تصنت لي الشاهد قال وجي عنده قال لي وجريت عليه وهو دجا دار لنا رفض حنا رفضنا السيده حنا هنا ما رضيناش بالمحكمه ديال الرباط ما بغيناش نجيو نشوفوا لا راه مبلغين مبلغين ما حنا عندنا كنت يا ريت كنت بلغنا يا ريت كنت صدمات علاش هي هربت مشات حتى للرباط بعد باش ما نعرفوش قالت الرباط عاقين بها بما مشي ولدها وبما كاين لابي جي وكاين الاوراق كيف فهمتي هي جات كذبت على العدد ديال الرباط ودارت نسكن في المحمديه وهاد المفوض القضائي الهضر اللي قال راه ما كيفش عليا قال لي ما عندكم ما غتصوروا اللي ما عندكم ما غتصوروا فعلا ما صورت والو وقال لي انا البوليس راه ما غنمشيش ليهم ملي جيت عندك الضابط قلت ليش اخويا اش ما تعيش المفوض القضائي ودار المواجهه قال لك لا التعليمه جاتنا من المحمديه المفوض القضائي ما يجيش بقول الحقيقه كون قالوا لنا عيطوا لينا وقال جيبو ودا المواجهه هو الراجل والشاهد هو واحد المفوض قال ماشي عنده الصوابيق هو هكا فهمتيني ولكن ديك محكمة ديال المحمديه كيدرقوا عليه فهمتي كيغطوا عليه واش انا ضيعه رزق ولادي درت ولادي باقيين صغار ما زعما السوايع باغين يخرجوا باغين الكسباطه باغين ود الغلا ود فهمتي شكون اللي مكرص انا مكرصه وليداتي هو مكرفص وفهمتي ولكن شكون مسوق تعال نصح نسوق لك صافي كبل مع الكرشك تنتمناو باش اختي فاطمه المسؤولين يحاولوا يدخلوا يفتحوا تحقيق عميق في القضيه هذه وتبعوا المشاهد اللي جاني شعب بير سمعتوا هذه الحقيقه الكامله على لسان فاطمه تنتمناو باش المسؤولين يفتحوا تحقيق نستودعكم الله في مباشر اخر الى اللقاء.